مش هنسيب بيوتنا، هنموت فيها ومش هنسيب بيوتنا. مش هنسيب بيوتنا، مش هنسيب بيوتنا، مش هنسيب، مش هنسيب بيوتنا يا ريس. جينا من 30 و40 سنة محافظة شمال سيناء عشان نعمرها، بنينا كل واحد بنى بيته بعرق ودم، كنا بنشيل الطوب على كتافنا والرمل على كتافنا يا فندم عشان ابني بيتي، تحويش ال 30 سنة حطيتها في بيتي يا فندم. جينا من محافظات مختلفة، من كل محافظات الجمهورية عشان نعيش مع اخواتنا هنا في شمال سيناء، في ارض شمال سيناء هنا، ونعمر شمال سيناء يا فندم. ده اكتر من 3000 أسرة، اكتر من 3000 أسرة يا فندم. هنروح فين؟ نعمل ميناء عالمي في المكان ده، يعني ارجو ان الناس تسمعني، ابنائنا واهلنا اللي موجودين ما يتصوروش ان احنا بنعمل ده، يعني لا احنا بنعمل حاجه غير اللي كانت موجوده قبل كده خالص. احنا وقفنا معاكم في العمليه الشامله ومحاربه الارهاب، وقلنا وعيالنا ماتوا وزوجاتنا ماتوا من الرصاصات الطائشه اللي بقت تيجي علينا، احنا خلاص بقينا شيوخ، ما عندناش مقدره ان احنا ناخد تعويضات ونطلع من بيوتنا ولبني، كفايه اللي حصل لنا وكفايه الظروف اللي احنا فيها، احنا ما بننامش، احنا دلوقتي شهداء احياء.